حوار اليوم من الاو تي في، صباح الخير. اليوم الحلقة اقتصادية بامتياز مع البروفيسور جاسم عجائة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين، بشكرك على هالدعوة. شكرا، هذا شرف لنا دكتور. شكرا. كثير يعني ملفتنا الاقتصادية على قد ملفتنا السياسية، إذا ما كانت أكثر وإذا ما كان في ترابط واضح ما بينه، ولكن الأساس هو حاكمية مصرف لبنان وما سنشهده مع انتهاء ولاية رياض سلامة. بقي يمكن أسبوع تقريبا، أكثر بيوم أقل بيوم على انتهاء هذه الولاية. أي سيناريوهات يرجح بروفيسور جاسم عجائة؟ هلا يعني انا كنت بفضل انه نبلش بالمقلوب، بس حضرتك يعني فتت مبلش دغري فيها معك بصلب الموضوع اليوم إيه، يلي الكل عم يحكي فيه. لانه اذا بدك الحاكميه عم تطرح اشكاليه كبيره، او ملف الحاكميه عم يطرح اشكاليه كبيره، وهي مشكله التفلت، المخاوف من تفلت سعر الصرف. مزبوط. اذا بتسمح لي بدي بلش قبل ما اجاوب حضرتك بخبرية صارت معي أنا وجاي عند حضرتك يلا لهون اليوم. يلا إن شاء الله تكون خبرية حلوة. لا أكيد لا، لا أنا منش الخبرية منش في شي ببشر. أنا وجاي على هالطريق في ثلاث محطات، حد منك هوني ثلاث محطات ما رح نذكر أسامي، ولكن اللي بيحب يجي يشوف. معي دولار بدي عبي، بنسأله بترد دولار بيقول لا، ثلاث محطات اني زيتون، وبزيت الوقت بتقول له قديش بدك ترد لي؟ اذا بدك ترد لي على اللبناني يرد لك على سعر اوطى من سعر الصرف. الصرف. بتقول لي انه شو فيها جديد هالخبريه؟ جديد بالخبريه انه بلشوا الشباب يناموا على الدولارات، بلشوا يضبوا دولارات، رفضوا انه يعطيك دولار. عارف كيف؟ يعني بلشوا يعملوا حسابات. اوكي، بس بدك تفسر لي شو يعني بلشوا يعملوا حسابات، بأي معنى؟ يعني معناتها هلأ بلش لم الدولارات من السوق، عرفت كيف؟ و للمرحلة الأصعب؟ ايه، لا يعني أكيد، لأنه هلأ إذا بدك هي مرحلة غموض، مرحلة غموض. يعني كل واحد عم بيعمل احتياطي الدولار اللي بيلزمه للمرحلة لا اللي عم جاي، يتخلصوا بكل وضوح، عم يتخلصوا من الليرات تبعولهم بكل بساطة. امبارح كمان رحت على احد الهاول، شو بسمون هاول، ستاربكس يا خيي، ستاربكس رحت قهوة قهوة، عرفت كيف؟ كمان تاخذ دولار ايه بياخذ دولار، بترد لي دولار؟ لا خي، قديش عم بتردوا؟ بيردوا على سعر اوطى من سعر الصرف. لذلك انا بعتقد اليوم اللي عندهم وزن بالتأثير الاقتصادي على سعر الصرف هن التجار، والتجار معهم كميات كبيرة من اللبناني، وهن أخذوا بلشوا يستوعبوا ملف الحاكمية وأزمة ملف الحاكمية، بلشوا يستوعبوه من هلأ عبر شو؟ إعطاء الأوامر للموظفينهم، ما بقى بتعطوا دولار. طب بنفس الوقت المواطن اليوم فيه يروح يصرف على اللبناني ويستعمل اللبناني اللي عنده. لحظة صغيرة، حضرتك بتعرف أنه البنزين شلف، إذا بدي أروح أنا على واحد يصرف لي، عرفت كيف؟ بدي أدفع بنزين. عادة عم بيقول المواطن بينه وبين حاله إنه عارف إنه هذا عم يطرقني بالسعر، بس معلش بدي أروح لأنه يمكن تكون الكلفة أكتر إذا رحت لعند الصراف. على كل حال ترجع فوت بموضوعك، حبيت خبر هاي الخبرية تقول شو ما كان يكون السيناريو، المخاوف صارت موجودة وحتمية، وحتمية، هذه المخاوف حتمية. طيب خليني أبلش بالسيناريو قبل ما فوت بالمخاوف. في السيناريو اليوم الكثير من الكلام، ساعة يجتمع ميقات نهار الاثنين مع نواب الحاكم لاتخاذ القرار النهائي، ساعة في تمديد إداري سموه أو بعدين صار تمديد لتسيير المرفق العام لرياض سلامة، ساعة استقالة نواب الحاكم. شو هو السيناريو الأقرب اليوم ترجيحا؟ في عزبك بعد شوي صغيرة استاذ جورج وما أعطيك الجواب دغري. لا هيك عم تحرصنا صرت استاذ دكتور بروفيسور جاسم. ليك انا بعتقد انه القضيه مناش قضيه اشخاص، قضيه اداره مرحله مقبله، قضيه خيارات، وهذه الخيارات يمكن اختزالها بخيار واحد، هل بدك سعر صرف حر او بدك سعر صرف ثابت؟ السعر الصرف الحر يعني معناتها انت مضطر حتى تقدر يكون في عندك سعر مقبول
شيء منطقي بيقدر المواطن اللبناني يستوعبه، مضطر بشكل أو بآخر إنك تعمل إصلاحات. هذا اللي طرحوه نواب الحاكم بلجنة الإدارة والعدل بشيء يسموه خطة النواب أو شروطهم تيقبلوا، بس بالحقيقة هي نسخة طبق الأصل عن الخطة اللي تقدمت فيها الحكومة اللبنانية، ونسخة طبق الأصل عن اللي وافق عليه صندوق النقد، باستثناء شغلة واحدة بس إضافية زيدوها النواب، ألا وهي السماح لهم بالمس بالاحتياطي الإلزامي، وهي النقطة الأكثر جدلية اليوم. مش بس هيك، هي في نقطتين جدليات. إنه أنت عم تشتكي من إنه والله حقبة رياض سلامي، عرفت كيف، سيئة وتم المساس فيها بالاحتياطي الإلزامي. لوين أخذني أنت؟ أنت رح روح أخذني من جهة سعر الصرف تبعولك رح يفلت، ومن جهة تاني شو عندك؟ عندك الاحتياط الالزامي رح تدق فيه ورح تفرمه ورح تهرمه. اسمح لي، ليش بدهم يدقوا بالاحتياط الالزامي اليوم اذا بكل الاحوال سعر الدولار رح يفلت، واذا بكل الاحوال ما بدهم منصة صيرفة كما يقال؟ كمان رح اقول لحضرتك، منصة صيرفة بتخدم ثلاث اهداف اليوم على القليلة، هاو الثلاث اهداف اللي عندهم معنى اقتصادي. الهدف الاول عم بتمول الحكومة، يعني مصرف لبنان كان يشتري دولارات ويمول الحكومة. هلا اكيد استخدموا الاحتياط، مش الاحتياط، حقوق السحب الخاصة تبعوا الحكومة، استخدموها الاس دي ار. وبس بذات الوقت ما تنسى حضرتك استاذ جورج، في عندك سلك دبلوماسي برا طويل عريض بحاجة لتمويل طبعا. مين عم يدفع له الدولارات؟ هلا كمان عم يقولوا انه المطار بحاجة لأجهزة ومعدات، بس اجت هبه، لا هذه بدهم يشتروها جديده، بدهم يشتروها. هذه شيء يعني كثير مهم لامن المطار، الامان، ما بعرف، مش الامن العسكري يعني او لا الامان، للامان تبع الطيران بقى. هاو كانت شو اسمه اللي كان مصرف لبناني يموله للدوله عبر شراء هالدولارات بالهي. وانت حضرتك سمعت كذا مره يقولوا مصرف لبنان عم يشتري دولارات بالسوق. تاني نقطة هي أجور القطاع العام. اليوم أجور القطاع العام عم تندفع من كانت من مصرف لبنان بالدولار، لأنه كان يشتري هنا بالدولارات على منصة صيرفة. قيمة هاو الأموال بتراوح بين 6 و7 تريليون ليرة لبنانية شهريا. يعني بفهم منك بدون يتم المساس من أجل هذا الأمر. بس خليني كفي لك، لما بتجي حضرتك بتزيد عليهم أجور القطاع الخاص يلي قسم منها باللبناني وعم يستفيدوا بتحويلها للدولار على التعميم 161، ولما بتعرف انه في قسم من التعميم 158 عم يتمول من مصرف لبنان يلي كمان كان قد ما فيه يقدر يستحصل عليه من عبر شراء الدولارات على منصة صيرفة، بتطرح السؤال انه اذا لغيت منصة صيرفة شو اللي رح يغطيهم؟ هاو النقطتين هني يلي دفعوا إذا بدك نواب الحاكم لحتى يحطوا هالمادة الإضافية، إنه تعي مجلس النيابي شرع لي هذا الأمر، شرع لي إني أدق بأموال المودعين تغطي. إنه حضرتك بروفيسور يعني تعتبر منصة صيرفة أفضل مما تقدم به نواب الحاكم؟ أكيد، لا أكيد بمليون مرة. هلا رح أقول لك إياهن، مش كرميل شيء، بس لأنه برجع بكرر لك هي قصة خيار. بدك تقول شو بدك؟ خليني بس لقلك البند الثالث، استطراداً للنقطتين اللي قلتون، مصرف لبنان ما بقى يقدر يتدخل لأنك لغيت له منصته، ماش بقى يقدر يتدخل. انطلع سعر الصرف أو النزل أو شو ما صار، عارف كيف؟ ما رح يقدر يتدخل. عظيم، من هالمنطلق هيدا أنت أخذني على وضعية. أول شيء مصرياتي اللي بيقين لي رح تمس فيهم. اثنين، اخذني على سعر صرف مش معروف شو هو. نائب الثالث بيقال، أنا ما كنت موجود بس نقلوا عنه، أنه بلجنة العدل والعدل بيقول بالحرف الواحد أنه هو توقعاته أنه 300 ألف يطلع على الدولار. هلأ
الأكيد يعني هذا الرقم هو مثل ما بيقولوا تفاؤلي أكثر من الزوم يعني، عرفت كيف؟ شي ببشر لا إنه تفاؤلي أكثر من الزوم. هلا من كل الاحترام للأشخاص يعني، كل اللي بدي أقوله بتمنى على المشاهدين إنه يخدوه مع كامل الاحترام للأشخاص اللي بنذكرهم. لا لا، هيدا وجهة نظر حضرتك عم تتفضل فيها وقراءة اقتصادية. العلمية النظرة العلمية إنه هذا سيناريو غير واقعي، عرفت كيف؟ يعني عم تحكي أنت بالخمس مرات السعر الحالي وطلوع، وإذا سيئت الأحوال والأحوال راح تسوق، عارف كيف؟ عندك طلوع أكتر. بتقلي ليش عم بتقول هيك؟ راح أعطيك كذا سبب وبترجيك بس تتسمع علي تتشوف. راح تسمع عليك لأنه بدي أرجع ناقشك بعد ما ناقشتك بكتير نقاط. فضل. حساسية النقطة يعني عرفت كيف؟ إلغاء منصة صيرفة، وين بتصير الحساسية؟ هي التعلق مش بمنصة صيرفة، ما هو التعلق بالاستقرار بسعر الصرف، ويلي هذا الاستقرار اليوم المنصة اللي طرحوها هني منا بديل. خليني أذكر لك بس كم نقطة. أول شغلة، الدولار بسوريا طلع مقابل الليرة السورية بأرقام كتير عالية تقليديا من وقت اللي بلشت الأزمة لهلأ، بس يطلع هونيك بده يطلع هون، عارف كيف؟ هذا بيقولوا استوريك ما يعني، بتتاخد هالمعلومات وبتشوف ترابط عضوي، في ترابط خيب نحن وياهم، في ترابط عضوي يعني شئت أما بيت. اثنين، حجم التهريب يلي عم بيصير ان واوت يعني لداخل لبنان ولخارج لبنان، ارقام خيالية ما بتتصدق، ارقام خيالية ما بتتصدق. بدي اقولها وقلتها قبل بمرة، اكتر من 80% من البضاعة اللي بتفوت على لبنان هي مهربة، يعني ما بتمر عبر الجمارك، يعني الدولة ما بتاخد مستحقاتها عليها. وبالتالي اليوم فيهم يتلعبوا بالسعر مثل ما بدهم بالأسعار، ما هي أصلاً يعني ما حدا رح يقدر يكشف عليها للشخص، ما هي مهربة. هلا بتقلي أنت كيف من إحنا بنقدر نعرف؟ ما بنقدر نعرف، رح يعطيك مش رح يعطيك فاتورة فيه. هو من وقت ما تغيرت موضوع الدولار الجمركي وإلى ما هنالك صرنا عم نشوف أكثر هذا التهريب. كمان ضيف على هذا الأمر أنه نهار السبت الماضي بس تحرك الدولار 10,000 ليرة بخلال نص ساعة، كتير محطات من هون ببيروت أقفلت، لا بقى يبيعوك بنزين لا باللبناني ولا بالدولار. أيضا بعض السوبر ماركت بكسروين أقفلت، عارف كيف؟ شو السبب؟ السبب بكل بساطة لأنه التاجر بيقول لك أنا بدي أحمي حالي، خلص خي سكر وما عاش بدي. بس شوف الخطورة وين، إذا هني رح يعلوا الأسعار أو رح يعلى السعر نتيجة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، صار بدك كمية لبناني أكتر لحتى تشتري زيت السلعة. يعني تضخم إضافي، يعني جبت تضخم إضافي، هذا بده يطبعه مصرف لبنان مضطرت حتى يلبيك، وإلا بتصير تقول له أنت أنا ما فيش معي مصاري والدولة مش عم تعطيني مصرياتي. يعني بالمطلع عندك أكتر بأحسن الأحوال، عم بقول بأحسن الأحوال 10 تريليون ليرة إضافية رح تضخها كل شهر بالسوق. يعني ارتفاع أكبر بكثير من بسعر الصرف. إيه بعد كمان وتأكل بنسبة رواتب والأجور. نروح هنا على مشكلة تانية كمان بكرة، بقطاع العام والقطاع وقف الخاص، وقفت الدولة بكل شيء. شو بدك تعمل؟ يعني إفلاس الدولة بشكل أو بآخر. هلأ الدولة ما بتأفلس بالمعنى الاقتصادي لأنه الدولة عطول عندها مداخيل، بمعنى تأمين السيولة. خلينا نسميها انهارت الدولة بمؤسساتها، انهارت الدولة. وهذا الانهيار عرفت كيف رح ينعكس على كل المطارح. فإذا اليوم بنرجع بنقول بعد في اشياء كتير، يعني اذا بتسمح لي بشويه وقت في استفيد فيهم هول النقاط. هول امثله بسيطه عن يلي ناطرنا بالتخلي عن منصه صيرفه. اكيد برجع بكرر لك اللي بلشت فيه، الثلاث محطات اللي حد منك هون تحت بتنزل على الشارع، اللي تحت الاو تي في اللي موجوده بسن الفيل، ثلاث محطات لماركات معروفه ومشهوره بياخدوا منك دولار، ما بيردوا لك دولار، بيردوا لك لبناني وعلى سعر أوطى من سعر السوق. هذا إذا ما رحنا كمان بعدين على أزمة محروقات متجددة. أكيد. على ما هذا بده يروح على سوريا، ما أنا ليش قلت لك طبعا على كمان موضوع الغذاء وعدم انتظام الأمن الغذائي، هو كلها نقاط. بس قبل البروفيسور، طب قدام هذا المشهد
ليش في إصرار من نواب الحاكم على توقيف هذه المنصة؟ هل لأنه قانونيا ما فيهم يتصرفوا فيها لهذه المنصة كما يقال؟ أنا برجع بكرر أنه كل شيء بدي أقوله لا يطال الأشخاص اللي طبعا من كل طبعا نحن عم نعمل قراءة اليوم كل احترام لأشخصهم وكل واحد بمجاله كفوء. نحن هون منا لنقيمهم أو لننتقدهم طبعاً. يعني هن البروفيسور بدهم قونني الاستعمال الاحتياطي بوقت فينا نقنن موضوع صيرفة أبشع من هيك. هي الخبرية خليني جاوب على سؤال حضرتك بالأول ليش مصرين، بعدين بدي فوت بشوية تفاصيل. مصرين لأنه هذه خطة صندوق النقد. صندوق النقد هلا في ناس كتير بيهجموه بالسياسة، أنا لا أعتقد أنه له دخل بالسياسة صندوق النقد. بس صندوق النقد يتحدث كمان عن تثبيت لسعر الصرف. بس لألك شغلة صغيرة هلا رح أرجع لك، قلت لك بدي فوت بالتفاصيل التقنية بس خليني أقول لك هالعنب. صندوق النقد ما بيفوت بالسياسة، والاتفاق اللي صار هو اتفاق على صعيد الموظفين. الموظفين في 150 جنسية، أنا شخصيا بقول لك فيك مثل ما بقولوا تغري جنسية جنسيتين ثلاثة عشرة، بس 150 جنسية فيكش تغريهم. فإذا ما حدا يتهم صندوق النقد وخاصة فريق العمل إنه في عنده هاد. صندوق النقد اللي بهمه توازن المالي تبع الدولة والتوازن المالي تبع مصرف لبنان. هلا الغريب بالقصة إنه صندوق النقد وافق على خطة طرحتها الحكومي، بالتحديد سعاد الشامي نائب رئيس الحكومي، وصارت تسمى بخطة الحكومي. هلا ما بنعرف يعني حقيقة، لأنه دولة الرئيس ما أعطانا تفاصيل كيف عمل حساباته وكيف عمل القصة وكيف خبريات. صار عم يتسلح بصندوق النقد، وبآخر تصريح لقله لجريدة الأنباء الكويتية بيقول إنه أنا خطتي بنيتها على يعني جوهرها هو الاتفاق مع صندوق النقد. أنا شخصيا يعني بقول إنه هذا الحديث غير دقيق، لأنه الجوهر شيء واللي رحتوا فيه كإكستنشن شيء تاني. إذا كنا بنعرف اللي راحوا فيه. بس لألك أكيد لا ما رح أقول لك والخطورة، والخطورة أبشع من هيك إنه ما أخذوا موافقة الحكومة اللبنانية على التعديلات اللي عملوها، وتقدمت الخطة للجنة المال بهيداك الوقت اللي كانت عم تبحث قانون الكابيتال كنترول، تقدمت باليد. لا يوجد أي محضر بيقول إنه التعديلات اللي حطوها فيها هي تعديلات موافقة عليها، ومن بيناتهم شطب الديون يلي مجلس الشورى الدولي لغيهن من الهيد. فإذن صندوق النقد أنا أعتقد لبسوه توب مش لإله، يعني وافقوا على شيء وما بيتدخل بالسياسات. لاحظ ما بيطلع بيانات، يعني نقلت عنه شيء صحيح أو مش صحيح بغض النظر ما بيطلع لك بيانات، لأنه مش دخل بشغلته السياسي. هو بيتعاطى مع الحكومات، يا حكومي أنا عم بتعاطى معك واحد اثنين ثلاثة، وكل شيء بيتعاطى مع الحكومي بينشره على موقع. لبسوه توب غير التوب تبعوله. صار هلأ كل شيء عم يحشوه بقلب الخطة، عارف كيف؟ هذا مطلب صندوق النقد. بوقت منه مطلب صندوق النقد. منش مطلب صندوق النقد. طيب صندوق النقد بيقول لك بدك تحرر سعر صرف الليرة. ايه اكيد. بس صندوق النقد ما قال لي ولا شفته بمطرح انه بيقول لي بكرة الصبح الغي منصة صيرفة. ولكن ليش هذا الاصرار؟ انا اعتقد اذا بدك انه في فريق معين اخذ على عاتقه، عرفت كيف؟ بيقول لك بنستفيد من الانهيار الحالي حتى نكب كل الإصلاحات فرد مرة، خليهم يعملوها، وإذا ما نخضط الناس ما نخض المجتمع ما رح نقدر نعمل إصلاحات، خليها تروح مازال هيك رايحة القصة يلا خلينا. بس مش يعني في شيء منه طبيعي كمان. لا أكيد منه طبيعي. الناس منه مختبر اليوم تنكب كل شيء عند الناس. صارت مختبر. الروحة لإلغاء منصة صيرفة بدون بديل صارت مختبر. انسى منصة صيرفة، فيك تكبها بالزبالة. اذا لا تعتقد انه مضبوط هي الخبرية قانونية انه هن لا يحق لهم بالقانون انه ياخذوا القرارات على مستوى اللي كان ياخذها حاكم مصرف لبنان من اجل تسيير شؤون الناس، بالتالي منصة صيرفة منا من صلاحياتهم؟ رح اقول لحضرتك فيك تقارب الموضوع، انت بتعرف انه النصوص القانونية مطاطة،
هيك بيقولوا هن اصلا القانونيين، انا ما يعني منش خبير قانوني، بس القانونيين بيقولوا لك انه القوانين النصوص تبعولها مطاطه، يعني فيك تلبسها مثل ما بدك. كل اللي بعرفه التعميم اللي انشئت فيه منصه صيرفه، عارف كيف، من خلاله مبني على بنود معينه موجوده بقانون النقد والتسليف، وطلعت هالمنصه بتلاقوا فيها اخطاء، تفضلوا صلحوا الاخطاء. بتلاقوا فيها انه في بمطرح بحاجه لقونني، تفضلوا شرعوا. بتلاقوا فيها نقص بالشفافيه، تفضلوا حطوا ايدكم واعملوا الشفافيه. لجنه الرقابه على المصارف مهمتها اليوم الرقابه على منصه صيرفه، تفضلوا اطلبوا منا تقارير للجنه الرقابه على المصارف تكون شفافه، بس ما تلعبوا بالناس، بس ما تجوا، لانه في واحد متخيل انه هي القصه على القلم والورقه بتعمله. بس لأقول لك شغلة صغيرة، هاو الأمثلة اللي أعطيتهم ما أعطيتهم بس حتى نسلي الجو أو نلطف الجو. بكرة كل قرار رح تتخذوا رح يتخذوا نواب الحاكم، هو بالأحرى مش نواب الحاكم، هو نائب الحاكم الأول، لأنه بحسب المادة 25 نائب الحاكم الأول مش النواب. كل قرار رح يتخذوا نائب الحاكم الأول بمهامه محل الحاكم سيتحمل مسؤوليته قدام الشعب اللبناني واستطرادا فريقه السياسي. إذا اعتبرنا أنه لن يستقيل، إذا لا حتى لو استقال، لأنه كلنا عارفين لما بقول لك هذه الطاولة رح تنكسر، وعارف أنه هذه الطاولة رح تنكسر، بتقول لي ما تعتل هم عاد أنت، بقول لك يا خي ما الطاولة رح تنكسر، فإذا أنا أمت المسؤولية عني، لك ما أنت ما زالك عارف أنه رح تنكسر الطاولة، لشو تتقعد علي للطاولة؟ أنا أعتقد أنه سيتحملون المسؤولية، وخاصة من بعد اللي عم نقوله بالإعلام، لأنه هذا مثل ما بقوله خليني سميه، لأنه نحن مش بمستوى الطبقة السياسية، عرفت كيف، نحن عم نلفت له النظر، عم نستخدم هالوسائل الإعلام مثل حضرتكم اللي شرفتونا واستقبلتونا، أهلا وسهلا فيك بروفيسور. بس نحن بدنا نلفت النظر وما فينا نسكت. بكرة بتزيد 10,000 يا خي، روح اعمل تست، زيد 10,000 السعر، شوف رح يصير، شوف شو رح يصير بالبلد. كيف نائب الحاكم الثالث بيقول توقعاته بيطلع ل 300,000؟ يا خي يعني. يا خي بدي افترض معك انه وصل ل 300,000، شو هين 300,000؟ لك شو هين 300,000؟ شو رح يصير بمعاشات الناس؟ يعني أنا اللي من اللي عم يتعاطون بشؤون اللبنانيين وكأنه هيك هي ورقة 300,000 و200,000 وعادي. رح نرجع على سؤالك الأول. بدك تسمح لي رح فوت بالسؤال الأول عنا أول فاصل، ومن بعدها بتابع بالسؤال الأول تأخذ الإجابة منك على المسار اللي رح تسلكه أو الخيارات اللي ممكن أن تكون موجودة بالساعات المقبلة بما يتعلق بنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي. فاصل ونعود. نواصل حوار اليوم مع بروفيسور جاسم عجائة أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية. بروفيسور رديتني هلأ على السؤال الأول اللي كنت طرحته من بعد المطالعة اللي قمت فيها بما يتعلق بموضوع صيرفة وكيف تسير توجهات نواب الحاكم بهذا الملف وخطورة إلغاء هذه المنصة إذا بدي أكثر فوت بدون وجود بديل. بدون وجود بديل طبعا، بس بالسيناريوهات اللي موجودة اليوم، تمديد لرياض سلامي أم استقالة نواب حاكم أم تسلم وسيم منصوري لمهامه وفق المادة 25؟ هلأ السيناريوهات ما قبل الأزمة كانوا كتار، هلأ أنا أعتقد يعني بعد فيه يمكن سيناريوين، وبالأحرى فيه يقول سيناريوين بكل بساطة اللي بعدهم وهند موجودين. قبل ما جاوب على السؤال في كلمة واحدة بس، أعرف أنه السياسي فاتت من باب العريض على المجلس المركزي بمصرف لبنان، وبالتالي بالمحصصات لقاء قائمة طوائفيا. لا بالأول ما كنتش تشوفها. بدي أقول لك شغلة صغيرة، بس كنا عارفين النائب الأول والنائب الثاني والنائب الثالث. امبارح عملت قصة ما هيك ناس عم شوفهم، تعرف اسم الحاكم، النائب الحاكم الأول، نائب الحاكم طايفته، ما حدا بيعرف عنه شيء من الناس العاديين. هلأ صاروا كلهم بيعرفوا. هلأ صار كل واحد بيعرف إن اسم نائب الحاكم طايفته وعمين محسوب. انتبه هذه الثلاثيه، اسمه وسيم منصوري، شيء محسوب على حركه امل،
وبقى وال عم نحكي عن الاول نحن ما حكينا عن الثاني والثالث وانت والرابع الارمني. فاذا الفكره بالموضوع هي انه السياسه فاتت من باب العريض لانه اظهرت الانتماء السياسي لنواب الحاكم، وبالتالي تلقائيا هذا النائب غير محصن لانه عم يشتغل باطار يمكن ابعد شوي صغيره من حدوده. بس لخبرك بحسب قانون النقد والتسليف نواب الحاكم لا مهام لهم بقلب المصرف. تعرف مين اللي بيعطيهم مهامهم؟ الحاكم. هو اللي بيقول لهم انت اعمل هاي وانت اعمل هاي وانت اعمل هاي. بالتالي كيف ستوزع مهامهم اذا ما كان في حاكم بالمرحله الجايه؟ لا هلا هلا فيش انسى. انا يعني لا اعتقد انه هي الخلطه انه عم نخلط نواب الحاكم، هذه لتضييع المسؤوليه. لا مسؤوليه الا على نائب الحاكم الاول وسيم منصوري. انسى الموضوع، كل شيء حديث غير خير هالإطار هو بس لتمييع المسؤولية. وسيم منصوري سيتسلم المسؤوليات أم رياض سلامة سيبقى حاكما للمصرف المركزي؟ هذا السؤال يلي سألوا الأول حلقة عم جرب أطرحه على الحضر. هاو السيناريوين هن المطروحين. في عندك السيناريو الأول، وسيم منصوري هل يستلم ب 31 ب 1 آب مهام حاكمية مصرف لبنان؟ عنده مشكلة كبيرة، وهي هو يلي بيقول انه هو ضد منصة صايرفة وضد 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 الى ما هنالك. هاو اذا لغيون خربت الدنيا، صار في عندك فوضى نقدية ورح يتحمل فريقه السياسي النتائج. فيتهم الرئيس نبيه بري بنتائج ما قام به وسيم منصوري، او انه بده يستمر بمنصة صايرفة وبالاجراءات اللي عم بيقوم فيها الحاكم، وهي بتقيم من مصداقيته الشخصية انه انت كيف عم تعمل شيء منك مقتنع فيه. يعني عم تلغي خيار وسيم منصوري؟ او لا، القصه بايد الرئيس بري، انا اعتقد هيك. يعني القصه هي مش مختلفين بايد الرئيس نبيه بري، وكان هو معترض اصلا على تسلم وسيم منصوري لهذا المهام. ما فهمت اللي قصدي. هو ايريا الرئيس بري ايريا من زمان، يعني ايري انه رح نوصل لهالمرحله هذه. هي الفكره انه هو اللي بده يقرر اذا احي مستعد انه ياخذ هالريسك، انه بنمشي بخطه اللي تقدموا فيها النواب وبنعمله، أنا بستعد، أنا بياخد بصدري. بعتقد أنه بما أنه هو رئيس مجلس وبيقدر يضغط على اللجان لحتى يشتغلوا لحتى يعملوا، بيعطيهم القوانين وإلى ما هنالك. أنا بعتقد وبعلاقته مع الرئيس مئاتي ممكن أنه يسرع، ممكن أنه ياخد القرار، ولكن شخصيا أنا أستبعد، لأنه في عندك تحولات على الصعيد الإقليمي ما بعرف مدى استعداد اليوم مش بس الرئيس بري، يعني الجميع انه يفوتوا بهيك امور قبل ما يكون في وضوح للرؤية. هذا عاد عن الثقة كمان اليوم بالرئيس بري اللي هو جزء من هذه الطبقة السياسية. ما بدنا نفوت بالموضوع السياسي، بس تستبعد هذا الخيار بالتالي؟ لا تعتبر أنا بعتقد انه منطقيا اذا بتحلل، انا اعتقد انه رح يمددوا للموجود حاليا من بعد ما يكونوا هوديك مدد يعني قدموا استقالتهم. ايه لانه ما فيك هلا انا يعني نحن قدام اسبوع حاسم بهذا الموضوع. أكيد غدا غدا هنالك لقاء بين نواب الحاكم ورئيس حكومه تصريف اعمال نجيب ميقاتي على ضوء ما سيكون غدا. وكان قال وسيم منصوري بمؤتمر صحفي من مجلس النواب بعد لقاء لجنه الاداره والعدل، على ضوء سيحدد الخيار. وتعتقد انه غدا سيكون يوم الحسم باتجاه استقاله نواب الحاكم والبدء بالتفكير جديا او تنفيذ ما كان مفكر به بالتبديل لرياض سلامة؟ انا الاستقاله قلت يعني إن استلم منصوري أو لم يستلم رح يستقيله، لأنه في عليهم مسؤولية. فإذا الاستقالة بتخفف من المسؤولية القانونية، بيصرفوا بالإطار الضيق للأعمال أو كيف؟ إذا بدهم يمددوا لسليمي مضطرين أنهم يستقيلوا، لأنه بوجود الأصيل اللي هو نائب الحاكم الأول اللي بيستلم بحكم المادة 25 من قانون النقد والتسليف، عارف كيف؟ ما هو بعده بمنصبه، عارف كيف؟ 25 المادة 25 بيستلم هو مهام الحاكم، يعني ما فيش هلا بالتالي مجبور يستقيل تيضلوا تيكون في تمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. مش بس هيك، حتى نستلم هو او ما استلم انا اعتقد رح يستقيله، لانه في مسؤولية يعني منك متخيل حجم الضرر اللي ممكن، انا ماني عم هول، بس اللي ممكن يطلع من وراء اجراءات غير مدروسة واجراءات
في عنده أجندات سياسية واللي بدك. بس البروفيسور الغريب بهذا البلد انه نحن بزمن ماشي حاله مصر في لبنان، نواب الحاكم مرتاحين، ما وقت تجي وقت المسؤوليات الجميع بيهرب من المسؤوليه، بيتنصل منها للمسؤوليه وبصير ما بده يخدع على عاتقه. هيدا افظع شيء ممكن نلاقيه بالبلد، مثل انه انا اليوم برنامجي ناجح بكره ما يفشل برنامجي بتنصل منه، هي ذات الخبريه. ما بعرف اذا بتوافقني هلا ليك بالشق شو اسمه، انت بتعرف انه السياسه بتلعب دور كبير بلبنان بالادارات، والاداره اللبنانيه للاسف عارف كيف هي صوره عن توازن القوى بلبنان. يعني خلينا مثل ما بيقولوا بنعرف حالنا وبنعرف بعضنا. النهار اللي بتصير انت بتعين بحسب الكفاءه وبتحاسب بحسب الاخطاء عرفت كيف؟ ساعتها ادارتك بترتقي بالمستوى. ايه ان شاء ان شاء ان شاء الله خير. عم نضحك انا وياك لانه عارفين حالنا باي اداره عايشين وباي بلد عايشين وباي ازمه. لا حتى لو والمشكله يا بروفيسور انه حتى بالازمه اللي عايشين فيها ما في فكر يقدر يدير هذه الازمه باتجاه خلاصنا، في فكر بيدير هذه الازمه باتجاه طائفه باتجاه ما تريد غرق زيته سياسيه. في افكار تعطيليه كمان، في افكار تعطيليه ما تتخيل. بس تنرجع لموضوع الإدارة، إذا كنت أنا فاسد وعم بسرق من المال العام بحط صورة الزعيم تبعولي وراي عرفت كيف؟ وبحتمي فيه وحدا يسترجي يقرب صوبي حاطط صورة تخيل لوين؟ صورة. أنت بتعرف أنه بالإدارات العامة ممنوع أي انتماء للموظف حزبي، ممنوع طبعا لا يعلق إلا صورة رئيس الجمهورية. عرفت كيف؟ وبس هي انه هذه. وحتى يعني وبتعرف الموظف الفاسد لما تشوف صورة زعيمه للأسف. هلا عم نحكيهم مثل ما هنن، ما في شيء نخسره بهذا الكلام لانه عم نوصف الامور بواقعيتها بهذه الإدارة الفاسدة وبعض موظفيها الفاسدين كمان. تأرجع لكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيتم التمديد له، تعتقد تنجزم بهذا الموضوع؟ لا ما فيكش تجزم، ما فيك شو ممكن يغير، ما فيك تجزم شو ممكن يغير. لا بدك تاخذ رايي ولا بدك ولا بدك، إذا بدك رأي علمي بحت عرفت كيف، بقول لك إنه البروبابيليتي إنه احتمال التمديد أكثر من احتمال استلام نائب الحاكم الأول بغطاء خارجي أيضا تعتقد؟ إيه لك أكيد أمريكي بالتحديد. الغطاء الأمريكي بعده موجود يعني، وهيدي وعندك غطاء بكركي علما أنه بكركي بالمرحلة الأخيرة حيدت نفسها عن موضوع الحاكمية بالإعلام أقل، بس بكركي ولا مرة بتلاحظ حيدت حالة عن المواقع المارونية يعني. لا ما يعني يعنيها هذا الموضوع بالتحديد. لا تريد الفراغ بحاكمية مصر في لبنان بأي شكل من الأشكال طبعا، ولا برئاسة الجمهورية وشيء يعني، وتصادمت مثل ما بقولوا مع كتير قوى سياسية على هذا الموضوع. هلأ خليني أعطيك رأيي أنا الشخصي، يعني رأيي من وراء خبرتي الصغيرة بهالحياة. يا جماعة الخير انسوا الأشخاص بس تفكروا بالأشخاص، عرفتوا كيف؟ ببلد من قسم سياسيا ومذهبيا بيسألك شو اسمك، إذا قدر يعرف دينك من اسمك عارف كيف بيمشي الحال. ما بقى تفتح لي شروحاتي يا بروفيسور. إذا ما عرف بيسألك من وين، من أي مطرح، من أي تاخر شيء يعرف لك طيفتك ويعرف انتمائك السياسي. ببلد مثلنا نحن انسوا، دوروا على الخيارات، قول خي أنا بدي حرر سعر الصرف ولا بدي خلي سعر الصرف مسيطر عليه، مين بيقدر يأمن لي تحرير سعر الصرف وشو اللي لازمني، وحطوا الأشخاص بحسب الأمر. أو قولوا بدي خلي سعر الصرف مسيطر عليه وأنا بحس إنه هالشخص أو هالشخص أو هالشخص إن اللي بيناسبه أكتر، اختاروا على هالأساس. هذا شيء أفلاطوني بامتياز. لا منش أفلاطوني، اسمح لي بس نتف صغيري. الدولة اللبنانية أول دولة عرفت كيف تقريبا فيك تعتبر بالمنطقة كان عندها مجلس خدمة مدنية. شو كان هدفه مجلس خدمة المدنية؟ إلغاء الطائفية؟ لا، بس يا خيي الشخص المناسب في المكان المناسب، بين هالموارني جيب أحسن ماروني، بين هالسنة جيب أحسن سني، بين الشيعة جيب أحسن شيعة، بين الدروز جيب أحسن درزي. آخر شي صاروا رؤساء هن اللي بي لغيوا دورة وصارت على الهامش مجلس الخدمة المدنية. والدليل شوف بوزارة التربية وقت اللي يعني مثل ما بقولوا لغيوا كمان دور المعلمين، صار فيك تفوت شو ما بدك على التعليم. أنا بعتقد يعني هلأ بحسب اللي فهمته إنه كل موظفين الإدارة المزبوطين اللي هني بالملك يعني خاضعين
مجلس الخدمة المدنية قطعوا لامتحان بمجلس الخدمة المدنية وبيطلعوا 12,000. عم تحكي أنت بحسب مدير الدولية للمعلومات جواد عدرا، عم تحكي بأكثر من 400,000 مستفيد، موظف مستفيد من المالية العامة، أكثر من 400,000. هذا الرقم مش لإلي، فيك ترجع لتصريح. نرجع لموضوع حاكم مصرف لبنان، بحال تم التمديد لحاكم مصرف لبنان سنبقى على ما نعيشه اليوم بموضوع صيرفة وبموضوع بس انتبه، هذا الحل منه حل سحري إلى ما لا نهاية. يعني هو يعني هون في البعض بيعتبر أنه التمديد قد يكون شهريا وفق الواقع السياسي القائم بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية. هل هذه ما بدك تشوف الأفرقاء السياسيين وخاصة المسيحيين؟ يعني نحن بنعرف أنه كل المسيحيين، عرفت كيف، تقريبا فيك تعتبرهم ضد رياض سلامي بهذه اللعبة. متأكد؟ بتبلش بنائب رئيس الحكومي سعاد الشامي، بتروح على التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية. بس في حدا بده يأمن غطى لهذا التمديد البطريركية. يعني ما انا عم بقول لك بس 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 من ما في يتم التمديد اذا من الاطراف المسيحيه ما في ايضا احدهم يؤمن الغطاء. اذا اعتبرنا انه في غطاء سني وفي غطاء شيعي بده يكون في كمان غطاء مسيحي، من سيتجرأ غير البطريركيه المارونيه اللي هو دوره وطني، من سيتجرأ بتامين هذا الغطاء؟ انا بالسياسي واللي انا ما عندي ما بدي فوت معك بالسياسي، بس انا هذا اللي عم بساله بطريقه واقعيه. انا اللي بعرفه من وراء التصريحات اللي قريتها، عرفت كيف، انه القوى المسيحيه عم بتعارض. هلا يمكن انتبه يكونوا عم بيعرضوا بالعلن وفعليا على تحت الطاوله، يكونوا عم بيشتغلوا شيء ثاني، عم بيشتغلوا شيء ثاني، ما بتقدر تعرف. عشان هيك انا بقول لك انه انا بالسياسه ما انا ما بدي فوت معك بالسياسه، بس انا عم بسال سؤال كانت من باب انه اذا الكل بيقول منه موافق، طب ما هذا الامر بده غطاء مسيحي، مين بده يعمل غطاء؟ هذا السؤال بالقانون. هذا الاسبوع مثل ما حضرتك تفضلت هو اسبوع حاسم، وبعتقد في له مقابلة حاكم المركز صحيح نهار الأربعاء على ما أظن مساء عبر الـ LBC. بعتقد أنا أنه رح تحمل أجوبة كتير يعني. بس مفروض تكون الأمور حسمت من هلأ للأربعاء، من موضوع النواب الحاكم إلى موضوع الحاكم. هلأ في عندك أنت أعياد شيء معنا عاشوراء، ذكرى عاشوراء، أي تاريخ بتخيل يمكن الأربعاء؟ مفروض أربعاء بهالحدود. إيه يعني معناتها أنه اللعبة بدها تنلعب بهالايام اللي جاي، يعني معك لنهار التنين، مش هيدا التنين اللي من بعده بالتحديد. هيدا التمديد كيف ممكن ينعكس على السوق؟ لا هلا ليك، هلا الاليه يلي حطتها هي اليه انا صرت إلى اكثر من مره مبنيه على شقين، شق نقدي بحت وشيء ميلي. بس العامل النفسي ما بيلعب دور؟ كيف لك ايه؟ هيدا اللي بدي اساله، يعني العامل النفسي كيف سيلعب دوره بحال تم التمديد لرياض سلامه؟ لا اكيد هذا بخلص يعني بيثبت، بيعطي استقرار أكيد اضافي، اكيد في ثقه بال 90,000 مدون. خي تطلع جمعه الماضي، طلع نهار السبت الدولار للقديش، لل 100,000 يلي طلع ببيين انه مستمره منصه صيرفة بالقيم بواجباتها، نزل رجع الدولار لل 90,000. هذه رده فعل، عرفت كيف، بالسوق عليه. هذه تسمى اذا بدك مصداقيه. اليوم اطلع اللي خبرتك اياه من القصص، هاو ترمبيت البنزين اللي تحت منكم، هاو اللي موجودين بسن الفيل تحت مباني الاو تي في اللي بياخدوا دولارات وما بيردوا للناس دولارات، كمان رح يرتاحوا اكتر. لا هاو دليل انه اليوم النفس مش مرتاح، الساعة مش مرتاحة، بلشوا التجار شو يعملوا؟ يجمعوا دولارات ويتخلصوا من الليرة، لانه في مخاوف، عارفين انه اذا رحت على خيار الغاء منصة صيرفة اوكي. بس كمان بروفيسور، حدا عليه دعاوى قضائيه، طب هذا كيف الواحد بده يمدد له؟ هيك هذا سؤال كمان. هذا اكيد هذا بلبنان وبخارج لبنان. هذا مش لإلي السؤال. طب انا عم بساله من باب انه هذا حاكم لمصرف المركزي. بدك تسال قانوني او سياسي، هاو بيقدروا يجاوبوك عليهم. انا عم بحكيك من منطلق اقتصادي نقدي بحت. عرفت كيف؟ بعدك اليوم على الرغم من يعني بريحك بروفيسور التمديد لرياض سلامي بهذه المرحلة. أنا أعتقد أن السوق رح يتجاوب إيجابيا أكثر مع الآلية الموجودة حاليا، وإذا استمر فيها رياض سلامي أكثر من ما أنه يستلم حدا تاني. أكيد أنا ضد إلغاء منصة صيرفة لصالح منصة
بده يعملها بلومبرغ او رويترز وسمع مني هالكلمه استاذ جورج، وهي اول مره بقولها بهالوضوح وبهالصراحه. حضرتك بتعرف انه لبنان فايت بشو؟ ب مثل ما بقولوا بحفله خوت بالمنطقه، صراعات واتفاقات وما بعرف شو خبريات، ونحن شئنا ما بين بصراع مع دول كبيره وفي علينا قيود ودول اقليميه والى ما هنالك. بعد الامور ما انحلت، رايح انت تعطيهم عملتك تحطها بالاسواق العالميه، بس لانه في عليها التايتل بلومبرغ، عرفت كيف؟ اذا اجا بكره شي هيدج فاند لدوافع معينه بيكسر لك الدوله. هلا بيقولوا لك اللي مثل ما بيقولوا اللي عم هذا، بيقولوا لك انه هلا يعني هذا لا تحكي فتلنا بالمؤامره الهادي. بقول لهم ارجعوا تذكروا او يروحوا على الانترنت ويشوفوا الشيء اللي بيسموه ال تي سي ام، واللي صار بايطاليا، واللي صار بايطاليا كسروا الدوله التليانيه من وراء الهيدج فاند ومن وراء اللعب على الانترست ريت، الفوايد، الفارق بين الفوايد بين اوروبا وبين ايطاليا. لذلك من هالمنطلق اللي عم بحاول اني اقوله لحضرتك، منصة تضلها تحت سيطرة لبنانية 100% افضل بتريحني من منصة أكيد تحت سيطرة تانية. هلا الحكومة عليها عدد معين من الامور انه تقوم فيهم، لانه ترجع تمدد لرياض سلامة منه كافي لوحده، منه كافي، بدكم توقفوا هالتطبيقات. طب ما هو التطبيقات هو خلق لكم يلي من اول نهار بنحكي فيها، واثنين بدكم توقفوا التهريب. لك يا عمي والله استحوا، رايحين تحكوا بموازنة و80 اكثر من 80% من البضاعة اللي بتفوت على لبنان تهريب. طب رح نحكي، بدي احكي بالموازنة بعد هذا الفصل الثاني. نعود الى حوار اليوم. نستأنف حوار اليوم بالجزء الأخير من هذه الحلقة. بروفيسور، كنت عم تحكي عن الموازنة وأنا ما رح أقطع هذا الموضوع، في نقطتين بدنا نحكي فيهم بآخر تقريبا 13 دقيقة من الحلقة. أولا الموازنة، وثانيا المصارف بلبنان. يعني ما بعرف إذا بتلاقيها غريبة هذه الاقتحامات اللي صارت بهذا التوقيت والقرارات اللي اتخذت مصرفيا، رح نحكي عن هالموضوع. بس قبل بموضوع الموازنة، طب دايما نتأخر في البلاد لنعمل موازنة، نصني السنة خلصت، يعني أنه خلص مش محرز أن نعمل موازنة ونحن عم نصرف على قاعدة يمكن 12. إذا بتسمح لي، لا هي الفكرة قبل ما نبلش بالموازنة، يا جماعة الخير في عندكم ما بتحبوا لا تخيلوا لا قوانين ولا دساتير. ايه ما شاء الله. ونحن بنحترم هالشي فيكم. الحمد لله. لك والله استحوا. صافيين ما بيشغلوا شيء ابدا. هذه الموازنة من سنة 2017 لليوم. بتعرف انت اخر موازنة، اول موازنة اجت على عند الرئيس عون. عند الرئيس عون. عارف كيف؟ وبعدين صار في موازنتين ما تصوت عليهم وهلا بدها تيجي. يا غي على اساس انه وزارة المال معها ست اشهر تتعطينا قطعات الحساب، وين قطعات الحساب؟ ما بدهم قطعات حساب، ما بدهم، عفى الله عن ما مضى. عفى الله عن ما مضى. يا اخي ما فيك تعفي عن ما مضى. دين الدولة 95 مليار دولار، بدنا نعرف وين راح. طيب النائب كنعان قال بتصريح له انه في 27 مليار دولار مجهولة المصير بحسابات الدولة. الوزير السابق علي حسن خليل بس كان وزير مال، قال بأيلول بس بأيلول لا بجلسة مجلس الوزراء بأيلول قدم تقرير، ويوم طلع نقول فتوش بالهادي قال انه انا قريته بالصحف وما جاني كنايب وإلى ما هنالك. حكي كمان عن اكثر من 92% من الهبات اللي مش مسجله بال هذا ما عدا الملفات الماليه اللي لقوها مطمومه بالبيتون ما بدنا نسيها كمان. لقيوا انه 80 مؤسسه بالدوله او وزاره او شو اسمه فاتحين حسابات على ذوقهم بمصارف خاصه، هذا امر ممنوع، كله لازم يكون بمصرف لبنان. طيب عندك اعترافات، تقرير الديوان المحاسبي بالنسبة لوزارة الاتصالات، عارف كيف؟ طيب ما في إلا حق الشعب اللبناني يلي عم بعيش أسوأ حياته ياخد
جواب على الحساب. هذا السؤال، قطعات الحساب أين هي؟ إذن العنوان الأساسي، شو إلا الدولة وشو عليها الدولة؟ إذا بتريد هذا عنوان أساسي، كل موازنة يصوت عليها بدون قطعات حساب هي مثل ما بيقولوا أرضاء لصندوق النقد أكثر من ما هي شيء تاني. هلا رح فطلك بالتفاصيل. هاي الموازنة موازنة صورية، بس محلي ليش أرضاء لصندوق النقد؟ لأنه صندوق النقد شروطه أنه يكون عندك موازنات، ما حدا بيمشي بدون موازنات استاذ جورج. كل دولة بتمشي بدون موازنة بس بلا قطع حساب؟ لا، ما هي القطع الحساب موجود بدستور. يعني هل يرضى، ما هذا السؤال، هل يرضى صندوق النقد بمخالفة القانون والدستور إذا اللي عنا راضين؟ لا، هني القطع الحساب حاطينه هني بخانة الكوربشن، يعني قصة الرقابة وما الرقابة وتحسين إلى ما هنالك. بس هني بدوا الموازنة 2023 و 2024 بدوا صندوق النقد، وكل سنة بيقول لك بدي موازنة كل سنة. أكيد مش عم بيقول لك ما تعمل قطعات حساب، بس بنظره هو إنه ما فيك تعمل أنت لأنك ناطر قطعات الحساب توقف الموازنات. هلأ النظام الداخلي تبع مجلس النيابة بيفرض على النواب إنه يقروا قطع الحساب قبل ما يقروا الموازنة. طيب يا خي، كم مرة صرتوا مخالفين لقوانين؟ طيب يا خي، ما فيكم، روحوا اعملوا قطعات الحساب. طب إذا بدنا نفوت بالموازنة، هلأ الموازنة صورية، تقول لي ليش يا خي؟ أول شغلة بدون شلغوا منصة صيرفة. طيب سعر الصرف اللي موجود فيها شو بدك تحط محله؟ الدولار الجمركي شو بدك تحط محله؟ دولار التبيعة شو بدك تحط محله؟ مش هي نفسها كانت المشكلة اللي واكلت الموازنة السابقة أيضا والأرقام المغلوطة اللي دخلت بالصندوق؟ حسب ما فهمنا، يعني أقله لأني ما أنه شايلين بصراحة، بس أنا حسب يعني القراءة الأولية، كل شيء إيرادات وانفاق هو على منصة صيرفة باستثناء أجور القطاع العام. بس هيدا بده رقم يحدد. أجور القطاع العام، هلا رح أصدمك بهالكلمة اللي رح أقولها، بعدهم على 1500 ليرة بالموازنة الجديدة. إيه، بس حطن لهم مساعدات. عارف كيف؟ كتير مساعدات، 7 مرات لحتى يغطوا لهم إنه هادي ما بتدخل بأساس الرواتب. فإذا أجور القطاع العام بعدهم على 1050 الوحيدين، الباقي كله على منصة صيرفة. الغيت منصة صيرفة، شو بدك تحط تبعولها؟ تبعول منصة بلومبرغ. بس محلي، ليش دايما بموضوع الموظفين في هذه المشكلة؟ يعني ليش ما بيفوتوا؟ اليوم في زيادات موجودة، هن بيعتبروها مساعدات، بس هي زيادات. لا فيهم يوقفوا ساعة اللي بدهم. لا، صندوق النقد منعهم بهالشغلة هاي. صندوق النقد بيقول لك اسمع، شوف كيف بيفكر صندوق النقد. طب ما هيك عم يدفعهم، حطهم يا خي بأساس الراتب. بيقول لك لا، صندوق النقد أنا مش عم فكر لهلا، أنت عم تفكر لهلا، أنا عم فكر لبعيد. يعني هي موازنة صندوق النقد؟ هي صار في التزام لبعيد. لا، أنا بعتقد هي موازنة لبنانية بامتياز. عرفت كيف؟ بس اللي بتعرف هو اللي بيعتنوا بالسيارات وبيصيروا يحلون، محلل له اياه لصندوق النقد تصير تعجبه بواسطة رفع الإيرادات، انه عندك رسوم تتراوح بين 30 ل 50 مرة. عرفت كيف؟ يعني الرسم اللي كنت تدفعه واحد صرت تدفعه 30 او 50. وفي حديث عن الضرائب ايضا، والضرائب الإضافية واللي بدك بقى، خلين شيء الا ما عاملينه باستثناء الأملاك البحرية. سبحانك الله، شو السبب؟ ما بنعرف. ما بتعرف شو السبب يا بروفيسور؟ لا غريب. لا، يمكن لأنهم عم بيسيروني إنه أنا أخذ كتير أملاك بحرية. عم بيسيرونا كلنا نحن اللبنانيين اللي أخذين هالأملاك وقاعدين عليها للأملاك. شوف بهالليلة من الشمال لجنوب في 200 كيلومتر وكل أملاك بحرية معتد عليها، بس ما حدا بيعرف. روح اذا فيك تروح تتسبح، روح تسبح بشي مطرح. المطرح اللي بتروح فيك تتسبح عليه بيكونوا حاطين فيه المجرير والزبالة. ببيروت هذا، شو اسمه هذا دخلك هذا اللي عمر بنص البحر؟ رمل البيضة. ايه، هذا في واحد عمر بنص البحر البنايه كلها سوا. هذا المنتجع تبعوله قدروا يوقفوه؟ مين بده يوقفوا؟ حماية سياسية. ما بدنا نرجع نفوت بهذا الموضوع. طب حكينا شوي عن الموازنة اللي تعتبرها موازنة من الأخطر يلي ممكن تكون عم تقطع بالمرحلة، أو إنه هي فقط لن تحقق الإيرادات لسبب كتير بسيط، لأنه قلت لك إياه قبل مرة، إنه عندك 80% من البضاعة اللي بتفوت مهربة. فإذا يعني أرقامها مبالغ فيها، هيدا بدي أسألك إيه. لا، على الورق لا بالتطبيق، يعني على الورق جميل جدا، بس بالتطبيق انا باكد لك من هلا لن تحقق ارقام الموازنه الايرادات لن تحقق.
مثل ما هي موضوع لن تحقق، مثل ما هو صار هل بهالموازنه كمان يا استاذ جورج، وصاروا يحاولوا يزيدوا الدولار الجمركي كل فتره. هلا وزير المال، هلا عم بوجه له اياها لوزير المال، يا معالي الوزير انزل شوف على البور وروح على المعابر البريه وشوف شو عم بيصير. 80% من البضاعه اللي بتفوت على لبنان هي مهربه، بدك اكثر من هالقد؟ فيش. هو بتعرف انت انه هو وزير الوصاية على الجمارك، طبعا طبعا في يطلب من الاجهزة الامنية، خليه يروح يطلب من الاجهزة الامنية تعمل له تقرير. لا هلا هو منه شاطر لا يطلب زيادة الدولار جمركي هو رئيس الحكومة كل فترة. لا هلا في زيد، في زيد حقه، يعني مش مختلفين في زيد حقه، بس كنا انه ينظر شوية للواقع القائم. لا انت شوف شو الصعوبة، انه التاجر بيحط عليك الدولار الجمركي الرسمي وهو مش دافعه للدولة، هذه الجريمة، هذه الجريمة. لك في ثلاث قطاعات بالتجارة لازم مراقبتهم بدقة لأنهم هاو بيأثروا بحياة الإنسان، المواد الغذائية، المحروقات والأدوية. هاو إذا ما في رقابة عليهم يعني خلص انه يعني بكفي. طالما حكيت على المواد الغذائيه فاتين على ازمه قمح، لانه أكيد بعد اللي صار باوكرانيا والشحنات الاخيره والى ما هنالك الجميع مش عتلانين هم. لا هيدا المستغرب، يعني الجميع في 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 العالم بدا يبحث عن مصادر جديده للقمح الا بلبنان ما سمعنا وزير الاقتصاد امين سلام مستعجل او عنده بلش يعمل اجراءات من اجل تامين القمح اللازم. استاذ جورج، قبل ما تعلق الحرب بأوكرانيا بشباط 2022 كتبت بوست، كانوا جمعوا الجنود الروس حوالي أوكرانيا، حكيوا عن يومتها عن 100,000 جندي. كتبت بوست قلت فيه إنه هاو جنود مش جايين تيقطعوا كريسمس، يعني مش جايين تيقطعوا عيد الميلاد. تتخيل قداش كتبته قبل، مش جايين تيقطعوا عيد الميلاد، هاو جايين تعملوا حرب. أوكرانيا هي مصدر أساسي لألنا، يعني في 60% من قمحنا بيجي من أوكرانيا. بقى شو بدها تعمل الحكومة؟ ما عملوا شيء، ما عملوا شيء ولحد هلأ. بس اليوم في أزمة ستأتي قريبا على ستهب ليس فقط في لبنان، العالم كله أمام أزمة تتعلق بإمدادات القمح. رح لك هني على طول بيعتمدوا انه والله لبنان بيقطع قدام الكل وبيساعدوا الكل وماشي الحال. هلا الامم المتحده البرنامج الغذائي فيها حط لبنان بنقطه قريبه من النقطه الساخنه، النقطه الساخنه هي بتصير منطقه الامم المتحده بتصير تعطيها مساعدات غذائيه. هلا انت صغير استاذ جورج ممكن منك متذكرهم، بس نحن من زمان القديم كانوا يوزعوا عشيت الأمم المتحدة، يعني حطوا عليهم الهاد يوزعوا كراتين وما كراتين، وخاصة بالجنوب وقت الحرب، وقت العدوانات الإسرائيلية كانت تتكرر هوني كانوا يعملون، معني بتذكرون منيح. ممكن إذا شو اسمه نروح على إعاشات بالقمح، ممكن يعطونا شو اسمه هلا الله يبشر بيتغير. لا كل بشارة بهالحلقة أحلى من الثانية عم بتكون ما شاء الله. بيتغير الشكل، يعني مش رح يحطوا لك اياهم بالكرتون، بمعنى يمكن يحطوا لك اياهم بلطافه بكيس نايلون هيك مزيزه نقصنا زل مكتوب عليه كريستيان دور. نقصنا بعد زل بلبنان. اخر نقطه تتعلق بموضوع المصارف، شو عم بيصير؟ لك انا حقيقه عملت تصريح للليبانون ديبيت عن هذا الموضوع، وقلت فيه بالحرف الواحد انه مش عم بفهم انه بتروح عم بتقول له للمصرف سكر، هيك عم بتقله للمصرف لما عم بتروح عليه تجيب وديعتك، هي وديعتك حقك يعني هذا عم ينتقص منك. في ناس بلشوا يعتبروا انه في تنسيق بين المصارف وبعض. هلا انا ما بدي اتهم على النواب ولا انا بدي اتهم، بس انا عم بنقول وجهة نظر موجوده بالشكل. عرفت كيف؟ انت عم تدفش المصرف حتى يسكر، شو بتكون خدمت؟ يعني شو عملت؟ شو سويت بهلا الامر؟ خيي الخطر الداهم على وديعك جاي من مطرحين، جاي من خطة الحكومة، خطة دولة الرئيس سعاد الشامي يلي بيشطب فيها الديون، يعني معناتها شطب للوديع. والخطر الثاني هو من طلب نواب حاكم مصرف لبنان اعطائهم تشريع قانوني بيسمح لهم يدقروا بالاحتياطي الالزامي. هالخطر جاي من هاو. هلا المصارف جاي قصتهم،
جاي بقصة إعادة هيكلة القطاع المصرفي بين دمج المصارف وإلى ما هنالك للوصول إلى كوتا معينة. بدها تبين هلأ في حالات خاصة في ناس بحاجة لقرش. هيدا اللي بدي لك يعني. في كمان نحن ممكن نلوم المودعين اللي عم بيروحوا ويطحنوا. لا مش المودع أنا بلوم. اللي أعلى من المودع. طيب اللي أعلى من المودع فينا نلومه، بس كمان في ناس ما بقى عندها سبيل غير هيدا لتقدر تأمن أموالها. أنا أعتقد إنه لازم يكون في تقديم كتاب واضح لإدارة المصرف ينحكى عن وضعه للشخص ويقول له خيي أنا ما فيك تكفي معي هيك لأنه أنا حالتي بالوال. بس هل يا ترى المصارف جاهزة ومستعدة للاستماع إلى مودعيها؟ لأنه مش بس مودع واحد، يعني هي مجموعة مودعين تعيش بحسب هذه معلوماتي الأزمة. بحسب معلوماتي المصارف عرفت كيف ملزمة أنه تلتزم بالتعميم 154 عرفت كيف، يلي من بينات الشروط تبعوله هو 3% سيولة عرفت كيف. يعني إذا منه دفع شامل للكل بتقدر تساعد حالات شو اسمه تعمل مجهود لأنه الثلاثة بالمئة موجودين. أخيراً الاقتراح يلي تبع مجلس الشورى، رئيس مجلس الشورى برد الأموال للمودعين بالتقسيط، هذا شو رأيك فيه؟ هلأ هذا ليك هذا بيعترف مثل تصريح البطرك، سيدنا البطرك صرح نهار الأحد ذات الشيء أنه الدولة بدها تتحمل مسؤوليتها. لأنه إذا بدك ما فيك أنت تحمل للمصارف كل المسؤولية، ما فيك نكون عم يعني بس عم تشطب بشكل من أشكال كمان. لا اسمعني لك، أنت حطيت هالمصريات بالمصارف، هالمصارف غلطوا. ليش غلطوا؟ راح دينوا المصريات للدولة وحطوا قسم منهم بمصرف لبنان يلي دين الدولة. طيب شو عملنا؟ إذا أنت بتجي بتقول أنا بدي أشطب ديني عارف كيف؟ يعني معناتها انه طيرت اموال المودعين، بتقول لي لا بدي اخذهم من المصرف انا حطيتهم بالمصرف. خيي اذا بعت المصرف القطاع المصرفي ومصرف لبنان وكل شيء بيملكوه اصحاب المصارف ما راح تقدر ترد الودائع. عرفت كيف؟ راح تفكر بطريقه منطقيه. عرفت كيف؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته بالاطار اللي هو فيه. واضح. في عندك 95 مليار دولار، هذه مربوطه ببعضها استاذ جورج اذا بتسمح لي وراح انهي فيها سريعا لانه انا وقتي خلص. الدوله عندها 95 مليار دين اخدته من المصارف ومن مصرف لبنان، هاو من اموال المودعين. هاو ال 95 مليار دولار هني بدنا نعرف وين هني بواسطة قطعات الحساب، وإلا غير هيك عم نضحك على بعضنا. اذا الدولة تخلت عن واجباتها، بس قول مجلس شورى الدولة عمل اللي لازم اتجاه المصارف ومصرف لبنان وردت له مستحقاتهم، مش بالضرورة هلأ بس بالتقسيط. أنا بعتقد أنه لا يمكن أنه يقوم قائمي للقطاع المصرفي بلبنان. شكرا لك بروفيسور جاسم عجاء أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية على هذه القراءة الاقتصادية الشاملة والمالية. شكرا للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء بحوار يوم جديد.